أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حدث في تركيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن إعادة فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية كسابق عهده بعد أيام على تعليق روسيا العمل باتفاق. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه حزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة، أوضح أردوغان أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين واتصالا مماثلا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن ممر الحبوب، وتابع قائلا: أولئك الذين ينتقدون السياسة المتوازنة التي اتبعتها تركيا حيال الأزمة الروسية الأوكرانية قبل بضعة أشهر يأخذوننا الآن كمثال في جميع أنحاء العالم. واستطرد قائلا عقب حديثه مع بوتين أمس: اتصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغرو بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وأعلن أنه اعتبارا من الساعة 12 ظهرا من اليوم ستستمر شحنات الحبوب كما هو مخطط لها مسبقا، وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره الروسي على تفعيل ممر الحبوب لصالح البلدان الإفريقية الفقيرة أولا. وعقب كلمته في اجتماع الكتلة النيابية للعدالة والتنمية، تلقى أردوغان سؤالا من الصحفيين حول كيفية إقناعه للرئيس الروسي بالعدول عن قرار تعليق اتفاق نقل الحبوب، فقال أردوغان في هذا الخصوص: اتركوا هذا الأمر لي، سأشرح ذلك أولا للرئيس الأمريكي جو بايدن ومن ثم أعلمكم بذلك. كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن شحنات الحبوب الأوكرانية المارة عبر البحر الأسود سيتم شحنها إلى أي بلد من البلدان الأقل نموا. ففي مقابلة تلفزيونية مع أردوغان رد خلالها على سؤال حول اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية ووجهة تلك السفن المحملة بالحبوب، وبهذا الخصوص قال إن الوضع في جيبوتي والصومال والسودان ليس جيدا على الإطلاق، وأضاف أن بلاده سوف تقوم بالشحن إلى أي من البلدان الأقل نموا. زيلينسكي يشكر أردوغان على مشاركته بالمحافظة على اتفاق الحبوب، حيث شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان على مشاركته الفاعلة في المحافظة على اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية. وقال زيلينسكي في تغريدة له عبر تويتر إنه شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشاركته الفاعلة في المحافظة على اتفاق الحبوب وعلى دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وأضاف زيلينسكي أنه ناقش في اتصال المزيد من الخطوات لإعادة أسرى الحرب الأوكرانيين والسجناء السياسيين، وأكد الرئيس الأوكراني أنه يعول على دعم تركيا في هذا الخصوص. من جانبه أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي عن سعادته جراء حل المشكلة في شحن الحبوب الأوكرانية، وأكد أردوغان لزيلينسكي أنه تمكن أوكرانيا وروسيا من بيع منتجاتهما من الحبوب مهم للعالم بأسره، مشددا على أهمية استمرار اتفاقية شحن الحبوب، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأربعاء. وشدد أردوغان على ضرورة زيادة الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب بحل عادل على أساس فهم سيؤدي إلى الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. بلينكين يشكر تركيا على جهودها لإعادة تفعيل اتفاقية الحبوب، حيث أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن شكره لتركيا جراء جهودها في إعادة تفعيل اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية أن اتصالا هاتفيا جرى بين بلينكين والوزير التركي تشاويش أوغلو، أشار البيان إلى أن الوزيرين
بحث آخر التطورات في أوكرانيا وخاصة ممر الحبوب، وأن تشاويش أوغلو أطلع بلينكين على مبادرات تركيا لضمان استمرار اتفاقية الحبوب في العمل بسلاسة. وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أعرب عن امتنانه لإعادة تشغيل ممر الحبوب نتيجة مبادرات تركيا. وأشار البيان أن تشاويش أوغلو وبلينكين بحث مسألة عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي الناتو، وموضوع تحديث تركيا لأسطولها من مقاتلات F-16. ولفت البيان إلى أن تشاويش أوغلو أطلع نظيره الأمريكي على مشروع القرار الذي قدمته تركيا للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص صفر نفايات. أردوغان يصرح: اليونان لن تحقق شيئا بالاستفزاز وعليها العودة لرشدها. حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يجب على اليونان أن تعود لرشدها وتعلم أنها لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات. وتطرق أردوغان إلى المستوى الذي وصلت إليه تركيا في الصناعات الدفاعية، مشيرا أن الصاروخ الباليستي طايفون اختبرته تركيا قبل أسابيع أحدث صدى حول العالم وخاصة في اليونان. وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تقدمت إلى الولايات المتحدة بشكوى ضد تركيا في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن دعم اليونان بالسلاح. وشدد أردوغان على أن اختبار تركيا لصاروخ طايفون يظهر المستوى الذي وصلت إليه تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، وأشار إلى أن دخول العاصمة أثينا في مدى الصاروخ أفقد اليونانيين صوابهم، مضيفا: سنجعل مدى الصاروخ أبعد من 561 كيلومترا، وسنبشر بالعديد من الصواريخ مثل جنك وغازغين. وأوضح أن شركة روكستان التركية للصناعات الدفاعية تنفذ العديد من مشاريع الصواريخ تحت إشراف هيئة الصناعات الدفاعية التركية التابعة للرئاسة التركية. وأفاد أن الطائرات المقاتلة الوطنية ستغادر حظيرتها في عام 2023، مشيرا أن طائرات هورجيت وبايركدار وكزل إلما والمسيرة TB3 سيها ستهبط وتقلع من حاملة الطائرات التركية الأناضول في عام 2023. ونوه إلى أن المستوى الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية في تركيا لن تغضب اليونان فحسب، بل هناك أطراف أخرى ستشيط غضبا. وشدد بالقول على اليونان أن تعود إلى رشدها، وعليها أيضا أن تتعلم أنها لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات أو بالتحريض. وزير الخارجية التركي موليد تشاويش أوغلو يحذر من أن تسليح اليونان للجزر الواقعة شرقي بحر إيجا يشكل تهديدا لأمن تركيا. وأوضح تشاويش أوغلو أن أثينا قامت بتسليح ما لا يقل عن 16 جزيرة من أصل 23 شرقي بحر إيجا، مبينا أن أنقرة تدعو اليونان للامتثال للقانون الدولي. وأضاف أن تركيا ركزت على إحياء آلية الحوار مع اليونان مطلع عام 2021، لكن أثينا فشلت في إظهار الإرادة السياسية اللازمة لذلك. وأفاد أن اليونان تواصل إطلاق تصريحات مناهضة لتركيا، مضيفا: هناك أسباب متعددة للتصريحات اليونانية المناهضة لتركيا، أولها أن أثينا منزعجة من نهوض الدور التركي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وثانيهما أن الساسة اليونانيين يستخدمون العداء ضد تركيا كأداة لتحقيق مكاسب على الصعيد السياسي الداخلي. ولفت إلى أن ردود فعل تركيا على مواقف اليونان المتطرفة وخطواتها الغير قانونية أثارت غضب أثينا، مشيرا أن اليونان بلد يفتقر إلى رؤية استراتيجية. وذكر بأن اليونان لا تزال ملاذا آمنا للتنظيمات الإرهابية، وأنها تعامل المهاجرين غير النظاميين الذين يرغبون في الوصول إلى الجزر اليونانية بطريقة غير إنسانية وغير قانونية أيضا. كما أشار إلى انتهاك اليونان لحقوق وحريات الأقلية التركية
في تراقيا الغربية مبينا أن أثينا لم تلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه القضية منذ 15 عاما. وأضاف أن اليونان تواصل تهديد تركيا منذ عام 1995 من خلال التلويح بتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في بحر إيجا، وفي إشارة إلى مسألة مناطق الصلاحية البحرية شرق المتوسط أكد أن أنقرة لن تقبل اتفاقيات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أبرمتها قبرص الرومية مع مصر ولبنان وإسرائيل، مبينا أن هذه الاتفاقية تنتهك حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية. وردا على سؤال حول القواعد العسكرية الأمريكية في اليونان، قالت شاويش أغلو إن استعداد اليونان لهجوم ضد تركيا يعني أنها قد فقدت عقلها، كما نقول لليونان لا تنظر لمن يدعمك بل انظر إلى من هو بجانبك ومن هو جارك، إذا كنتم تريدون التعاون فنحن مستعدون، اليونان تعرف جيدا ما معنى مواجهة تركيا. أردوغان يضع حجر الأساس لأكبر مشروع سكني في تركيا، حيث شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع حجر الأساس لأكبر مشروع سكني في تاريخ البلاد في منطقة سنجاق بالعاصمة أنقرة. وقال أردوغان في كلمته إنه عبر الحملة الأخيرة التي أطلقناها نرفع عدد المساكن التي نقدمها للمواطنين عبر مؤسسة الإسكان إلى 2,000,000. فنشاهد مشاهدنا الكرام. Karşımızda Ankara dahil 17 ilimiz bulunmakta. Biz 8 noktaya canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. Efendim şimdi ilk olarak karşımızda Konya ilimiz bulunmakta. Karşımızda Sayın Valimiz, arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanı. Şu anda gördüğünüz gibi temeli buraya atıyoruz. Mikserleri çalıştıralım. Ya Allah! Bismillah. Mevlana Diyarı Konya'dan başlıyoruz. Basıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Basıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, mikser çalışsın. Evet, şu anda mikser... Evet, mikser çalıştı ve şu anda beton dökülmeye başlandı. Hayırlı olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Evet, şimdi Konya'dan Zonguldak'a geçiyoruz. Zonguldak valisi Mustafa Tutulmaz. Duyuyor musun bizleri? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, butonlar sizde. Şöyle temel atacağımız yere doğru bir geçelim ve sizler de butonlara basın. Ya Allah! Bismillah. Evet. Haydi bakalım. Mikserler çalışsın. Evet, yavaş yavaş beton geliyor. Böylece Zonguldak'ta konutlarının betonunu şu anda atıyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi Aydın'a geçiyoruz. Aydın valimiz Hüseyin Aksoy. Sesimizi duyuyor musunuz? Sincan'dan sesleniyoruz. Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Aydın'dan saygılarla sizleri selamlıyoruz. Evet. Butonlar önünüzde. Mikserleri çalıştırıyoruz.
Butonlara basıyoruz. Ya Allah! Bismillah. Evet, betonumuz geldi. Betonumuz geldi. Hayırlı olsun. Benim vatandaşım her şeyi biliyor. Bu ülkeyi 70 sente muhtaç edenleri biliyor. Sizler bunun farkındasınız. Onun içinde durmak yok. Şimdi geçiyoruz Kırşehir'e. Evet, Kırşehir valimiz Hüdayar Mete Buhara. Duyuyor musun bizleri? Sayın Cumhurbaşkanım, Ahiler Kenti Kırşehir'den sizlere selam olsun. Sağ olun. Evet, mikserler çalışsın. Bismillah. Efendim. Evet, betonumuz geldi. Hayırlı olsun. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصرح بأن رؤية مئوية أو مئوية تركيا التي سيتم بناؤها على أساس إنجازات البلاد وحضارتها ستكون أعظم تراث للأجيال القادمة. وأوضح أردوغان أن الحكومة تعمل دون كلل أو ملل من أجل رفع تركيا إلى مصاف الدول الكبرى في العالم. كما أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن القرن 21 سيكون مئوية تركيا من خلال الإنجازات التي تقوم بها الحكومة التركية في كافة القطاعات والمجالات. فلنشاهد مشاهدنا الكرام. بعض أيضا حاول أن يقطع الطريق أمامنا في 15 من تموز، ولكن بدعم من شعبنا وصلنا وأحبطنا هذه المحاولة. هذه الأعوام 20 التي مضت أمضيناها بالعمل، ولكن لم يكن فقط العمل ما قمنا عليه، بل أيضا أحبطنا وخلصنا تركيا من جميع الخونة الذي ويسخر إمكانيات تركيا للتنظيمات الإرهابية، وحاولوا مرارا أن يقطعوا الطريق علينا، وهم أيضا توجهوا ولجأوا للسلاح، ولكننا لم نشكي، دائما عملنا ومن أجل الديمقراطية والتنمية. البعض وعندما حاولوا أن يقطعوا هذه المسألة، لازلنا إذن معكم متابعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة. الرئيس التركي يفتتح مصنع توغ لصناعات السيارات الإلكترونية في تركيا، كما تجول أردوغان برفقة عقيلته داخل مصنع السيارات الكهربائية المحلية بمنطقة جيمليك في ولاية بورصة شمال غربي البلاد. وزار الرئيس التركي قسمي الهيكل والتجميع، كما التقط صورا تذكارية مع عمال المصنع. فلنشاهد.
قوات فينيكس الأناضول التركية تحاكي في تدريباتها الصعبة الحرب الحقيقية براً وجواً وبحراً. فلنشاهد. تدريبات شاقة لفرقة جنود اليخوت العسكرية في تركيا التابعة للأكاديمية البحرية التركية. فلنشاهد. أحدث ما وصلت إليه تركيا صاروخ مسبار روكستان الفضائي يشارك في معرض ساها إكسبو إسطنبول. فلنشاهد. Thank you.
كوزغون تي جاي صاروخ تركي جديد من فئة الذخائر المعيارية الموجه، فلنشاهد مشاهدنا الكرام. بدقة عالية جدا تركيا تكشف عن نظام TRNAV الجديد لتحديد المواقع في أي مكان بالعالم، فلنشاهد. مواطن تركي صاحب بقالة شاهد مجموعة من حافظة القرآن الكريم ليهرع إلى متجره ويأخذ بعض الحلوى ويبدأ بتوزيعها عليهم، فلنشاهد. مشاهدينا فاصل ونواصل هذه الحلقة من حدث في تركيا، نناقش في البارت الثاني أو الجزء الثاني من هذه الحلقة تباطؤ التطبيع ما بين دولتين مصر وتركيا. معنا في الفقرة الثانية الدكتور عبد اللطيف مشرف الباحث في العلاقات الدولية، فابقوا معنا.